بسم الله الرحمن الرحيم. ده شكل الموديل اللي احنا وصلنا له بعد ما عرفنا الفاونديشن، الكولوم، البيمز وكده. الموديل جاهز لاننا نبتدي نعرف عليه السلاب اون جريد. بعد كده نبتدي نطلع فوق ونعرف انواع السلاب المختلفة اللي موجودة عندنا. قبل ما اتنقل ليه واكمل في الموديل واعرف السلاب اون جريد، بصراحة حبيت بما ان احنا عرفنا لو انا عندي بيم سيركلر، لو انا عندي بيم عادية، طيب ما نقفل باب البيمز كلها من اولها لاخرها. فبالتالي اضطريت ان انا افتح موديل تاني عشان اوضح لو انا عندي شكل بيمز بمنظر مختلفة. فاللي ناقص لنا هي البيم لو انا عندي فيه وان سايد كوربل او لو تو سايد كوربل. امتى بستخدم البيم اللي فيها الكوربل؟ زي ما حضراتكم عارفين ان انا بستخدم البيم اللي فيها الكوربل هي عشان تسبورت لو انا عندي هولو كور سلاب بانل، فلازم تكون ريستد او تثبت على حاجه، او لو انا عندي في دبل تي، او لو انا عندي في جردر، فلازم بعمل لها بيم مع كوربل علشان تقدر تشيل اللي هو الاليمنت اللي بيجي من مصنع البريكاست. وكذلك الامر لو انا حتى عندي ستيل بيم، اي بيم او حاجه، لازم بيكون بيم وفيها كوربل علشان تقدر تشيلها. طيب ده شكل الموديل اللي هنشوف منه. هو الموديل دوت عليه هنا بانل عبارة عن دبل تي لتر اون. لما نيجي نتكلم عن السلاب هنشرحها برضو بالتفصيل ان شاء الله، بس النهاردة احنا بنتكلم على البيمز اللي فيها كوربل وازاي نقدر نعملها بحيث نبقى قفلنا باب البيمز. هنا دوت اللي هو روف سلاب، وادي لو انا واخد هنا سيكشن هنقدر نشوف شكل ديت اللي هي البيم اللي فيها الكوربل وشالالي هنا دبل تي اللي هو بالمنظر دوت. طيب هل الريفت احنا اتفقنا لاي حاجه فيه؟ هي عباره عن فاميلي، معنى كده زي ما تعودنا خلاص اللي انا لازم اروح واعمل انسيرت واقوم رايح هنا في لود فاميلي، بيفتح لي دايما على الفولدر اللي هو الامبريال، بقوم خارج من الامبريال بروح على المتريك. فاحنا هنرسم بيم فبروح على الاستراكشرال فريمنج، وطبيعي ان انا برسم بيم عاديه فهروح على فولدر كونكريت، بس هدور على البيم اللي فيها الكوربل للاسف مش موجوده. طب هي متواجده فين؟ لو انا رجعت خطوه لورا ورحت على الفولدر اللي اسمه بريكاست كونكريت هتلاقي، ورحت منورها شويه كده، هتلاقي في عندك الكيس اللي هي فيها الدبل سايد كوربل، ولو بصينا قدام شوية هتلاقي فيها اللي هي الوان سايد كوربل. تمام. طيب لو انا جيت هنا ورحت اخترتها وقلت له اوبن، بعد كده اوكي، هو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت اوريدي معرف هنا قبل كده البيم مع الكوربل اللي هي الوان سايد كوربل، تحب انزلها از فاميلي جديده ولا اوفر رايت ذا اكزيستنج فيرجن، اكتب عليها او انزل عليها اوفر رايت ذا اكزيستنج فيرجن، او لا اوفر رايت ذا اكزيستنج فيرجن. تمام، ده مش مأثر علينا في حاجه. طيب هنا دي اوريدي بيمز موجوده، انا مسحت البيم اللي كانت موجوده هنا علشان اوريكم ازاي نرسمها. فبالتالي انا عرفتها لو انا رحت هنا على ستراكشرال على بيم وبتاكد دي هنا معترف كونكريت ريكتانجلر بيم، اقول له لا انا محتاج اللي فيها الكوربل. لو نزلت شويه هتلاقي هنا بيقول لك ايه البيم اللي هي وان سايد كوربل، اختار اي واحده واقول له ايه التايب، ومن دوبليكيت بقدر اعرف اسمها، افترض اللي اسمها بيم 9400 في 1200 واقول له اوكي. طيب هو هنا ايه البارامترز ديت؟ هي البارامترز اللي هتقدر تعرف منها الشكل. ايه هي البي لو انا مش عارفها؟ فبروح ابص هنا على اليمين، وممكن تعدل الشكل من هنا لو انت حابب. ولو وقفت هنا ودوست 400، خليني معلش اظبطها، لو دوست هتلاقي فيه خطين دايمنشن بيقول لك ان 400 هي الويتس بتاع البيم، ال 150 هو ويتس الكوربل نفسه، الاتش هو الدبس بالكامل، الدبس بالكامل اللي خاص بالبيم، اتش 1 هو الكورب اللي بيبعد قد ايه من التوب اوف بيم، بس هنا بياخد المسافه من التوب اوف بيم للبوتوم اوف الكوربل. طيب الاتش يو هو ارتفاع الكوربل ذات نفسه، البقيه ديت حاجات خاصه بالشامفر مالناش دعوه بيها. يبقى انا من اللي بتعامل مع البي والبي 1، بي هو عرض البيم، البي 1 هو عرض الكوربل، اتش هو الدبس بتاع البيم الكامل، اتش 1 هو بعد الكوربل قد ايه، اتش يو هو ارتفاع الكوربل، وبنقول له اوكي. بعد كده بتاكد ان الماتيريال بتاعتي
عشان يبقى كلهم يونيفورم مع بعض اللي انا كنت معرفها، وبقول له اوكي، بتاكد من الكفر بتاعي اللي هي دوت الكفر اللي انا بستخدمه اهوت، ومن هنا اقدر ارسم البيم بتاعتي. طيب في نقطة بس هنبص عليها واتكلمنا عليها لما رسمنا البيم، انت عايز ترسمها من الليفت ولا من الرايت ولا منين بالظبط؟ وفي نقطة تانية نركز عليها هعملها مرة دلوقتي هتطلع فيها مشكلة، وهرجع اوضح الحل ليها ايه. انا هخليها هنا سنتر، وهاخد من سنتر العمود ده لسنتر العمود ده. في نقطتين عاوز اوضحهم، تعال ناخد سيكشن، او ممكن احرك السيكشن ده ذات نفسه وابص عليها. هتيجي هتلاقي ان الكوربل اول حاجة جات مقلوبة، تاني حاجة جات نفرة لفوق قوي. طيب ايه ليه المشكلة دي حصلت؟ لسببين. السبب الاولاني نفرة لفوق قوي علشان انت في الزد قايل له سنتر، فهو اعتبر بيرسمها من السنتر، لكن لو انت كنت قايل له، فبنقول لحضرتك هنا طب هي زد لانه رسمها من السنتر، بص لو انا غيرت هنا وخليتها توب هو راح، لا ده كده لما جه يرسم بيمكن رسم من التوب، ناقص لي هنا مشكلة اللي هي جات مقلوبة. طب نرجع للفلور تاني، ممكن اعمل لها ديليت حلو ونرسم الصح. ممكن بس عاوزين نخفي حاجة زي الاليمنت ديت عشان اقدر ارسمها. طبعا انا عاوز اخفيها، اخفيها ازاي؟ في طريقتين، يا اما بدوس اتش اتش فبتختفي نجربها هنا، يا اما بدوس اتش اتش، او شايف النضارة اللي تحت دي، النضارة دي فيها كذا حاجة، ايزوليت كاتيجوري يعني اعمل لي هايد لكل الدبل تي. لا ايزوليت كاتيجوري هي اخفي اي حاجه وسيب لي الكاتيجوري اللي هو خاص بالدبل تي. هايد كاتيجوري يعني اخفي لي كل الدبل تي. حلو، ايزوليت اليمنت يعني اخفي لي الاليمنت ده بس، اسف اعزل لي الاليمنت ده بس. هايد اليمنت يعني اعمل لي هايد للاليمنت ده بس. حلو، فانا هدوس طبعا هايد اليمنت او كان بي اتش اتش نقدر نعملها. طب لو انا رجعت هنا لبيم، هنا سنتر بتجيبها مقلوبة، طب ما تيجي نجرب كده نرسمها من تحت لفوق كده نشوف هتيجي عاملة ازاي، ونبص عليها في سيكشن هي هنا بس ديت زي ما احنا قلنا المفروض كنت اختارها طب لما اجي ارسمها، وهتلاقيها جات معدولة بس الايدج بتاعها مش مظبوط. فلو مسكت ديت من هنا لهنا وعملت لها موف وترجع تبص تاني في السكشن هتلاقيها جات معاك مظبوطة بالكامل. كويس، طيب هنا بس المفروض ممكن طلع، لان انا بشرح مثال فالابعاد مش مظبوطة قوي، ممكن تطلع لفوق شوية بحيث تلغي الجاب دوت اللي موجود ما بينهم. بس دي كانت الفكرة ببساطة قوي اللي هو ازاي اللي انا اقدر ارسم الكوربل. تعالى نعمل هايد لدول، ودي الكيس الثانية اللي أنا عملت فيها. طب واحد هيجي يقول لي طب وبالنسبة للعمود، هو المفروض الكوربل مكمل العمود؟ هقول له كلامك مظبوط، يبقى أنا كنت مفروض إن أنا أشد إن هنا البيم دي بحيث تبتدي من سنتر العمود، تمام، وأقوم رايح هنا وأقول له البيم دي برضو هي السنتر العمود. طيب تعال نبص عليها في 3 دي، احنا قلنا لو احنا مسكنا دي ومش عاوز اخفي دي بس، لا ده انا عاوز اخفي الكاتيجوري دوت كله. فلو قلنا له هات كاتيجوري هنلاقي بس في هنا سلابة كده ندوس عليها اتش اتش. طيب ونروح، خلينا نرجع البيم تانية تاني، معلش تاني، خلينا نعمل لهم هايد، عاوزين نمسك فهمت، عمال ادوس اتش اتش بخفيهم، بخفي حتى الاسكنت وادي الاسلام. بص هنا دوت المنظر اللي انا بقول لحضرتك عليه، اللي هي احنا قلنا ممكن نعمل دي كده ونلفها، تمام، هتلاقي دوت اللي هو الدبل تي والكوربل البيم مع الكوربل جايه عليه، والكوربل وادي الدبل تي هنا فولي ريستد على، خلينا نحاول نلفها بطريقة فول ريستد على الكوربل، والعمود أصبح طالع منه الكوربل برضو بحكم البيم اللي جاية، وكل ده بيرجع ينزل بعد كده في التفاصيل بالكامل، تمام. اعتقد كده ان شاء الله المفروض تكون واضحه، يبقى عرفنا ازاي نقدر نعمل انسيرت الفاميلي البيم لو فيها كوربل، ازاي نقدر نعرفها
وايه هي البي والاتش والاتش 1 والاتش يو. البيم دايما بتيجي من السنتر تو سنتر، ما تنساش ان انت تبقى اختار الطب عشان ما تطلعش نافره منك، وطريقه رسمها اللي هو الجزء اللي فيه الكرب اللي لازم يكون داخل المبنى عشان يجي يبقى ريستد عليه الالمنت اللي من بره. ما تنساش تعرف الماتيريال، ما تنساش تعرف الكفر، وإن شاء الله تكون حلقة واضحة. أعتقد كده بند البيمز بالكامل إن شاء الله المفروض تكون اتقفلت، ونقدر بعد كده نفتح بقى في السلابات. هنبتدي في السلاب اون جريد وأنواع السلابات الموجودة بأكملها. المثال دوت مثلا كان فيه اللي هي سلابة خاصة بالبوردي، فهتلاقي شكلها لطيف قوي، وهي باينه لك لو دوست هنا واير فريم، وهي باينه لك فيها شكل البلوكات. حتى لو انت تاخد فيها سيكشن بالمنظر دوت كويس، وعاوز تتعرف تتفرج على شكلها كده، هتلاقي دوت البيم بالريبس بالبلوكات، وشكلها حاجة واقعية جدا تقدر تتخيل منها شكل الموديل بتاعك بالمشروع. ودي ميزة من مميزات الريفيت، اللي هو بيقدر يديك الشكل بالكامل وتقدر تتخيله بالكامل. وأي حاجة، أي سؤال تحت أمركم في أي وقت، وإن شاء الله تكون وضحت الجزء اللي خاص بالبيم سواء اللي فيها الكوربل أو البيم السابقة.